مسألة قرار غلق المحلات في العاشرة مساء ده قرار جميل، لكن لو في مجتمع حسن الفهم. يعني احنا الدول الإفريقية اللي هي غاية في الفقر بيطبقوا الكلام ده. لما كنا في نيروبي، الفندق في نيروبي طول النهار الفندق ما فيش فيه قطرة ماء، بيستخدموا المياه جيركن في الفندق. فندق ما شاء الله اليوم بكام دولار، وجيركن تخش تفتح الحنفية. فكينيا دي يا أولاد المياه بتجيلنا من كينيا، يعني منابع النيل تحت كينيا على طول. يعني كينيا دي فيها أنهار حاجة جبارة. والكلام ده في كل الفنادق. حتى روحنا راجل دعانا أحد الأغنياء المسيرين هناك في نيروبي، دعانا في زيارة نفطر معاه، بيصب علينا المي لأن المية مقطوع عندهم. المية بتيجي 3 ساعات في اليوم، وبقية اليوم كله الناس بيستعمل إيه؟ الجراكن، عشان يحافظوا على قطرة الماء، يحافظوا على قطرة الماء. في نيروبي تنزل من المطار النوافير حاجة رهيبة جدا، كلها بتسقى بالتنقيط. احنا عندنا هنا الشوارع فاتحين مية بتاعت المطافي ومغرق الجزيرة اللي في الوسط، والمية نازلة على الأسفلت ومغرق الخل. ما الخير كتير. الله، تمشي بعد العشاء ما تلاقيش في نيروبي حتى الكلاب تخاف تمشي بالليل. الكلاب ام 4 رجلين تخاف تمشي بالليل. الحي الوحيد اللي تلاقي فيه ناس ماشيه في الشوارع هو حي المسلمين. اما الاحياء الاخرى بتاعت الهنود وبتاعت الافارقه وبتاعت الاجانب، دول كلهم بعد العشاء اول ما الشمس تغرب ما فيش حد يمشي، الا بقى ناس متعلم عليه، بيتعلم عليهم مثلا إجرام أو متعلم عليهم آداب، دول بيبقوا معروفين. لكن لا يمكن، والكلام ده موجود في أوروبا أيضا. الحي الوحيد تلاقي عامل زي شارع الجلاء هنا هو حي المسلمين، هم المسلمين في كل مكان ما بيتغيروش. سبحان الله. فهذا القرار قرار حسن، ولكن لو إن في هناك ناس متحضرة فهمة قيمة الطاقة وقيمة المياه وقيمة الحياة. لأن لما المحلات تقفل الساعة 10، إيه اللي يحصل؟ الاستهلاك في الكهرباء هيقل. نمرة 2، الجماعة اللي هم البلطجية والحد كلها هيقلوا، هيروحوا يبلطجوا فين؟ مش لاقوا حتى يبلطجوا فيه. الحاجة اللي بعد كده، هذا الكلام أنقى لأن العربيات مش هتمشي، فيبقى هذا الوقت وقت هدوء، فيبقى الزراعة أحسن، وطبقة الأوزون تبقى طبقتها أحسن، والأكسجين أحسن، وما إلى ذلك. حاجة بعد كده، المرتفقات الاجتماعية بكثرة الاستهلاك بيقل عمرها الافتراضي. يعني الأسفلت ده يقول لك عمره الافتراضي 10 سنين، لما نستهلكه ليل ونهار بدل 10 سنين يبقى كام؟ 5 سنين، 6 سنين. أمال في مصر عمره الافتراضي يا دوبك 3 4 أسابيع، وتبص تلاقي الإسفلت إيه راح نازل، وأب حتة فوق وحتة تحت، وتلاقي العربيات ماشية كأن هي ماشية في جبل الهيمالايا. سبحان الله. فالأمر ده أمر حسن، ولكن ليس هذا وقته، ليس هذا وقته.